شكرا. يلا على قدين، صار الوقت انك تقرر مين كان بيناتنا الاحسن، مين بيغني احسن. معلمي انا بالنسبه لي انتو بيناتكم بنفس الاهميه، كل واحد بيناتكم بيكمل التاني بدون ما يغطي عليه، وانا بحترم صداقتكم. يعيش. اجا وقت الزواج، بتحب نبلش بالمراسم؟ اكيد من كل بيت. شايف قديش بيحبوا بعض واخيرا رح يتجوزوا. يا عم عجل، استعجل قد ما بتقدر. تفضل اطلب من عروستك تشرب من هيدا الكاس. عروستك رح تجي اخرتها على ايديك وانت ما بتعرف شي. ممتاز، زبطت معك يا ياما. بعد ما خلصت، بعد شوي هلا اجا دورك، اطلبي من عريسك انه يشرب من هيدا الكاس. لحظة بس، لازم تدفعي مبلغ من المال طبعا حتى يكمل الزواج. عن جد؟ إذا المطلوب مني ادفع مبلغ لأحصل عليه، فإذا خد هيدا. أميرة ياسمين، أنا كنت عم بمزح، مش قصة إنه تحصل عليه يعني، بس إنه يعني عم بحكي مجرد حكي. وأنا عم بمزح. إذا ما بتمانع وصار فينا هلأ إنه نكمل مراسم الزواج؟ أكيد. أنت تقبل إنك تاخد الأميرة ياسمين زوجي لإلك؟ نعم أكيد بقبل. وهلأ أميرة ياسمين، أنت بتقبلي إنك تاخدي علاء الدين زوج لإلك؟ نعم بقبل. قبلت قبلت. مبروك 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 لإلكن حياتكن المستقبلية من جديد. مبروك. شكرا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.